السلام عليكم. المانجا ببساطة هي القصص المصورة اليابانية، ويميزها بشكل كبير أسلوب الرسم الفريد من نوعه. واليوم راح نحكيكم عن ألعاب استلهمت أسلوب القصص المصورة في طريقة تقديمها. هذا الفيديو برعاية مانجا العربية. أعزائي المشاهدين، في خبر عاجل، المانجا صارت بالعربية. نعم، صارت عربية مع أعمال عربية أصيلة. المانجا صارت عربية، حمل التطبيق المجاني الآن. وقبل ما نبدأ لا تنسون تزور اللايك واشترك في القناة، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة ماد وورلد. هي لعبة حصرية لجهاز نينتندو وي. هي عبارة عن لعبة مغامرات قتالية وأكشنية، وأكثر شيء كان يميزها الدموية الزايدة فيها، وأيضا أسلوب الرسم مثل مانجا الأبيض والأسود أعطى مظهر جميل لها ومميز، وكثير من الجمهور يتمنون أن يكون فيها جزء ثاني لها. وأكثر شيء ضحك في الموضوع أنها تعتبر واحدة من أكثر الألعاب الدموية في جهاز نينتندو، الجهاز اللي ألعابه كلها تعتبر موجهة إلى العائلة. حاجة غريبة جدا. ثاني لعبة معنا هي لعبة جمب ألتيميت ستارز. هي كانت حصرية لجهاز نينتندو دي اس. كانت عبارة عن لعبة قتالية تضم فيها جميع شخصيات مجلة مانجا جمب الشهيرة مثل جوكو، لوفي، جوتارو، ناروتو وحتى إيتشيغو، والكابتن ماجد ايضا كان موجود فيها. اللعبة كان نظامها مثل لعبة سوبر سماش، ولازم تكون لك فريق من شخصيات المانجا. بعضهم يكونون لاعبين اساسيين مثل جوكو، فيجيتا، بيكالو، زورو، وبعضهم يكونوا لاعبين مساعدين مثل كورابيكا، كابتن ماجد وباقي الشخصيات اللي تكون مساعدة. واللي كان مميز فيها انك لازم ترتب شخصيات فريقك على شكل قصاصات من المانجا. هذا الشيء معناه انك ما تقدر تحط فريق في كل الابطال الاقوياء وتصير غشاش، لازم تنوع بشخصيات اساسية ومساعدة. وطريقة ترتيب قصاصات المانجا كانت مميزة وتسوي موازنة في اللعبة بشكل جميل. ثالث لعبة معانا هي لعبة كوميكس زون. هي صدرت على جهاز السيجا ميجا درايف والويندوز، وبعدها على جهاز الجيم بوي ادفانس. فكرة اللعبة انك تلعب بشخصية في يوم من الايام كان يقرأ كوميك ودخل داخلها وصار بطل فيها. اللعبة أسلوبها كان قتال مع بلاتفورمر، والمميز فيها أن أسلوب العرض وتصميم المراحل كان مثل الكوميكس، والبطل كان ينتقل ما بين المراحل مثل صفحات الكوميكس، وأيضا يستخدم الصفحات كسلاح ضد الأعداء مثل أنه يضرب العدو ويخليه يندفع ويشق الصفحة. رابع لعبة معانا هي لعبة كوميك جامبر. هي لعبة فكرتها تشبه لعبة كوميك زون، وكانت حصرية لجهاز الأكس بوكس 360، بس الفرق انها كانت لعبة شوتر وتستخدم المسدس في قتال الاعداء في عالم الكوميكس. طبعا تصميم المراحل كان ايضا مثل الكوميكس، وواضح انها كانت متأثرة جدا بلعبة كوميك زون وبنت عليها. خامس لعبة معانا هي لعبة 13. هي لعبة مبنية على كوميكس فرنسية بنفس الاسم. اللعبة كانت من تطوير استوديو يوبي سوفت، واسلوب اللعبة كان لعبة تصويب من المنظور الاول. رسم اللعبة كان مثل الكوميكس بالضبط، بحيث أشكال الشخصيات وتصميمهم كأنهم طالعين من الكوميك، ويتكلمون أيضا عن طريق فقاعات محادثة، ولما تطلق النار على عدو يتحول فوق على طريقة قصاصات كوميكس للحظة موت العدو وانطلاق الرصاص له. هذه كانت الألعاب اللي استخدمت أسلوب المانجا والرسم في عرضها. إذا عندكم ألعاب ثانية ما ذكرناها اكتبوها تحت في التعليقات. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.